في خبر النهارده كده، انا مش عايز اقول خديوي اسماعيل والقصه دي لانه الموضوع محتاج الى تدقيق كتير يعني. واحنا كاداره برنامج بعتنا الخبر الى متخصصين في الاقتصاد وسالناهم. هو خبر عجيب جدا. خبر بيقول يعني البنك، بعثه البنك الدولي تبحث في مصر اداره الاصول المملوكه للدوله. الخبر لو عرضناه بيقول كده، بعثت البنك الدولي يعني تبحث في مصر إدارة أصول الدولة المملوكة للدولة. الحقيقة عشان ما نفتيش ونهبد كان لازم أو بيقولك إيه، وتستمر أعمال بعثة البنك الدولي في مصر حتى نهاية الأسبوع الجاري، واستهلت أعمالها بعقد ورش في عمل في وزارة التعاون الدولي لمناقشة وبحث أهم الملامح العامة لتعزيز الجهد المشترك بين مصر والبنك الدولي بما يعظم الاستفادة من أصول الدولة في ضوء جهود الدعم الفني المقدم من البنك، بالإضافة إلى مناقشة رؤية الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص. خلاص احنا ما بنفهمش في الاقتصاد. البعض شاف ان الدنيا دي متدربكة. خلاص انا بقى هقول لك على اللي عندنا وانت قول لي لو عند حد تاني حاجه يقولها لنا. يا حضرات عشان نبدا بقى بعد كارثه الكبيره بتاعه الديون، واضح انه الدنيا بقى في تدخل لمراقبين اجانب، وبقت الدنيا فيها حاجات كده مش مفهومه. ايه بعثه البنك الدولي بتعمل ايه؟ احنا كان في خبر ارشيفي، مصر تستعين بمؤسسات التمويل الدوليه لبيع الاصول وخبراء يعلقون. مصر الحقيقه كانت، الخبر اهو بيقول، تعاقدت الحكومه المصريه مع مؤسسات التمويل الدوليه ذراع مجموعه البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص لتقديم الدعم والمشوره الفنيه لبرنامج الطروحات الحكوميه والمساعده في هيكله واعداد الشركات المستهدفه او المستهدف طرحها، وذلك لتحقيق مستهدف الحكومه ببيع اصول بقيمه 40 مليار دولار عبر 4 سنين. يعني الحكومه استعانت ببعض المؤسسات الدولية عشان تتولى بيع أو ترويج للبيع أصول مصر، وعايزة مستهدفة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات. احنا في البرنامج ده بعتنا لناس متخصصة، قلنا لهم ايه القصة وايه الدور اللي بيلعبه البنك في مصر، فقال لنا كلام معرفش هو كلام خطير ولا لا. المستشارين قالوا لنا للبرنامج مصر النهاردة، بس بقالوا لنا ان كل الاصول الرابحه والجاذبه تم ضمها الى صندوق سيادي في مصر. كل اصول مصر الرابحه واللي تجذب البيع او كده ضموها الى صندوق السيادي في مصر، وده عشان يعرضوها للبيع طبقا للاتفاقيه الموقعه مع صندوق النقد. والاتفاقيه دي كانت تعهدت فيها الامارات والسعوديه بانهم هيشتروا ما معادل 14 مليار دولار من الأصول المصرية. يعني السعودية والإمارات ضمنونا عند صندوق النقد بأنهم إذا عملنا كمصر اللي طرحنا شركات للبيع، السعودية ومصر كضامن هيشتروا 14 مليار دولار من الأصول المصرية اللي هتطرح للبيع وكضامن لاتفاقية الصندوق. لكن فجأة اتفاقية البيع تعثرت. ليه؟ بسبب سعر الدولار. بعض الدول اعتبرت ان السعر ده اللي موجود في البنك مش معبر عن الحقيقه. كمان قالوا لنا بتوع الاقتصاديين زمان، يعني المستشارين بتوعنا اللي سالناهم، قالوا لنا بالنص كده انه اللي حصل في مصر ان حصل في سوق سودا في الدولار، وفي سوق سودا في الخليج بتشفط الدولار اللي يخش مصر. طب سوق سودا في مصر وعرفناها وموجوده من زمان. سالناهم ايه السوق السوداء اللي في الخليج؟ يعني ايه بقى؟ قال لك دلوقتي بقت في عصابات او في سمسره او شركات او ناس، بلاش عصابات، عايشين في الكويت وفي السعوديه وفي ليبيا وقصدي في الامارات. المصريين اللي شغالين هناك عايزين يحولوا فلوسهم لمصر. البنك بياخد فايده منهم او رسوم، وفي نفس الوقت بيحول على الدولار ب 30 او بحاجه و30. طيب لكن الدولار بره ب 55. بتيجي بقى الناس دي اللي قاعده في الخليج
بيقولوا المصري طب انا هاخد منك وحول لك في مصر على 50 52. دول شفطوا الدولار اللي كان مفروض يخش مصر خدوه بقى هناك في الخليج. فالمصري اللي قاعد في الخليج مش كلهم طبعا بيسلم فلوسه للشركة دي، شركة بتبدله على 50 أو 52 وفلوسه بتتحول في مصر، يبقى هو الكسبان. بس حقيقة الأمر إن الدولار اللي كان مفروض يجي من الخليج ده ما دخلش مصر ولا حتى دخل السوق السوداء. الناس قالوا لنا كده في الاقتصاد، قالوا لنا الفلوس دي اتشفطت في الخليج، وبالتالي فكرة البيع فشلت لأنه ما فيش سعر ثابت عادل للدولار. ففكرة إدارة، عايزين بقى فشلنا في البيع نعمل إيه؟ قال لك عملنا حاجة اسمها إدارة الأصول المملوكة للدولة، نديرها شرك تيجي السعودية أو شركات سعودية أو إماراتية تدير معانا، ما احنا مش عارفين نبيع، يبقى تيجي تشتري أسهم أو جزء من الشركة وتدير معانا. دي فكرة بديلة في حالة تعثر عملية البيع، وده تم بالاتفاق مع الحكومة بنظام الخصخصة بالمشاركة في بعض الأصول زي السكة الحديد، زي مترو الأنفاق، زي القطار الكهربائي. الناس دي هتخش تديروا معاك، تشتري وتدير معاك الحاجات دي بعقود طويلة الأجل مقابل جزء كبير جدا من الأرباح هيروح لها. دور البنك الدولي ايه طب يا حضرات؟ قالوا لنا دور البنك الدولي بينحصر في امداد الحكومة بالدراسات والمشورة، وايضا استبدال الديون باصول مملوكة للدولة، ودي احد الافكار. لكن كل ده واقف على الفجوة التمويلية، سوري الفجوة الدولارية اللي حاصلة في مصر، ان مفيش سعر عادل للدولار، وبالتالي انت بقى عندك مشكلة لا عارف تبيع اصول الدولة بتاعتك اللي هي اصلا احنا ضدها وطرحتها وانت مستهدف منها 40 مليار دولار في 4 سنين، وفي نفس الوقت اللي عارف تجيبهم حتى يديروا معاك اصول الدولة مش عارف تجيبهم لانه في سعر عادل للدولار. في حاجة اسمها الفجوة الدولارية. سألنا الناس يعني فريق البرنامج، مين بيحدد سعر الدولار، الصندوق ولا البنك الدولي؟ ردوا علينا المستشارين قالوا لنا لا، عند توافر الدولار نسبيا عقب توقيع اتفاقية مع الصندوق وعمل إعادة هيكلة للديون مع بعض الدائنين، البنك المركزي المصري بيحدد السعر العادل للدولار في ظل نقص الطلب بالسوق السوداء، ويسيب المرونة للعرض والطلب بالبنوك بشرط تدبير احتياجات السوق من الدولار. وقال لي أو قال لنا صندوق النقد بيفهم ده أو بيتفهم ده. ده اللي اتقال لنا، احنا لا بتوع اقتصاد ولا بتوع دياولو. لكن فكرة برضو بيع أصول الدولة دي ماهاش حل. البعض شاف، نعم البعض شاف ان دي مش حل. على كل حال الرأي اللي قاله لنا المستشارين الاقتصاديين دول، تعال نسمع كده، كان عندنا لقاء كده مع الدكتور محمود وهب قال ايه، اسمع كده من بيان صندوق النقد بيقول او بند فيه بيقول سيلعب الشركاء الاقليميون والدوليون دورا حاسما في تنفيذ سياسات مصر السلطات المصرية وإصلاحاتها. السلطات المصرية في إيه يا فندم؟ وإصلاحاتها والشغل بتاع وإصلاحاتها. يا ده فعلا يعني ده فعلا زي ما أنت قلت زي حكاية الخديوي إسماعيل، يعني في عهدنا هذا في وحاسم أو حاسم 2022 بيسلموا مصر للدول الإقليمية، والدول الإقليمية دي احنا عارفينها هتعمل ايه. البلد دي يعني هو بتنازل عن سيادة البلد بالكامل علشان ياخد قرض. علشان هو انت جايب ده منين يا دكتور؟ جبت منين الورق بتاع البنك الصندوق النقد؟ من بيان صندوق النقد. واللي مصدقني يبص على الفيسبوك بتاعتي الصفحة، انا حاطط كل البيان. يا جماعة خشوا على صفحة الدكتور محمود وهبة، هاتوا لنا الصفحة دي علشان بس يبقى الناس تصدق. الدكتور محمود وهبة ناشر بيان. انا بس ببعت لك الدولار النهاردة بكام في سوق الصاغة. طيب ده اللي قاله الأستاذ محمود وهبة.
وده اللي قالوه الناس اللي سألناهم على حكاية بعثة صندوق النقد، صندوق البنك الدولي بتعمل ايه هنا. لكن بعض الناس شايفة ان بيع الأصول اصلا مش حل في وقت الصناعة فيه بتحتضر في مصر، وده اللي قاله في حوار ليه الدكتور أحمد درويش. الدكتور أحمد درويش ده كان وزير في حكومة أحمد نظيف، وكان يعني مسؤول في مصر. نسمع قال ايه كده. ديون مصر في المنطقة الصفراء وبيع الأصول ليس حلا جذريا. الرئيس الأسبق لاقتصادية قناة السويس يرى أن الصناعة في بلاده تحتضر ولن ينقذ الاقتصاد إلا التصدير. الخميس 11 يناير 24. لا يخفي بين ثنايا الحديث إعجابا بما قدم لولا بعض المناغصات التي لا تزال قائمة وتتطلب علاجا وحلول جذرية لمجرد مسكنات. المشكلة برأيه تتجلى في بطء التنفيذ الذي لا يتناسب ومقتضيات الظرف الراهن، فالتحديات كبيرة كما يراها الرئيس الأسبق لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذي شغل وزير التنمية الإدارية سابقا الدكتور أحمد درويش. والراجل فتح خزانة أسراره وتحدث لأول مرة منذ سنوات مشخصا مشكلة الاقتصاد المصري وتحديه، وقال أن أحد لا يخفى عليه أن الاقتصاد المصري ليس في أفضل حالاته، وأن أكثر ما يشغل بال المصريين حاليا هو عدم توفر العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن المصادر الخمس الرئيسية للعملة الأجنبية هي على الترتيب: الصادرات، تحويلات المصريين بالخارج، السياحة، الاستثمار الأجنبي المباشر، قناة السويس. ويرى هو الراجل بيشوف الدكتور أحمد درويش أن حصيلة العملة الأجنبية من هذه المصادر الخمسة تنفق على ثلاث أشياء: أولها الاستيراد، ثانيها سداد الديون وفوائد هذه الديون، وأنه كلما كانت حصيلة البلاد من النقد الأجنبي أقل من إنفاقها استمرت الفجوة الدولارية والضغوط على العملة الأجنبية، إضافة إلى أن اكتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر ببيع بعض الأصول هي حلول وقتية أشبه بالإسبرينة مسكن، بينما البلاد تحتاج إلى حلول جذرية. ده في الوقت يا حضرات اللي مصر بتخرج فيه من مؤشر اسمه JP Morgan. JP Morgan يستبعد مصر من مؤشره للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة. طب ايه بقى الخروج؟ ليه ده تأثيره علينا ايه؟ يعني تأثير خروجنا من JP Morgan ده، تعالوا نشوف احد الخبراء الاقتصاديين بيشرح في قناة الشرق بلومبرج ايه تأثير ده علينا. نسمعه كده. للأسف خروج مصر من المؤشر هو خروج متوقع بشدة، وقد يترتب عليه أو سوف يترتب عليه صعوبات كبيرة جدا في عملية طرح سندات حكومية جديدة في الأسواق الدولية أو حتى في الأسواق الداخلية بالعملة الصعبة. لن تستطيع الحكومة كما كانت تعملها من قبل بمعدلات الفايدة المحدودة اللي كانت قبل كده، سوف تتضاعف معدلات الفايدة حتى يمكننا تجنب أو تعويض المستثمر الأجنبي عن مخاطر عدم قدرته على تحويل عملته إلى الخارج والاضطرار لتحويل العملة من الداخل إلى الخارج على سعر الصرف السائد في السوق السوداء الذي لا توجد أي مؤشرات لدى الحكومة أو إمكانية لدى الحكومة في السيطرة على هذا السوق الموازي الذي تجاوز فيه سعر الدولار 50 جنيه، بينما سعر الدولار في البنوك المصرية في حدود 30 جنيه بنسبة زيادة تتجاوز 62% أو 63% في السعر السوق الموازي عن السوق الرسمي، وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر منذ تم الانفتاح الاقتصادي في السبعينات حتى قبل عام مضى أو أقل من عام مضى حتى 6 أشهر فائتة. سمعت الراجل بيقولك إيه؟ ما حصلش في تاريخ مصر من 74 قرار السادات بالانفتاح، ما حصلش في تاريخ مصر اللي بيحصل ده في سوق العملة أو في تسعير العملة، ما حصلش في تاريخ مصر. الحقيقة أنها حالة اقتصادية مزرية، والبحث عن بيع أو أي شيء للأسف لسه نغمة استغلال الوافدين والمقيمين في مصر واللاجئين، لسه النغمة مستمرة. وصل الموضوع أنهم بيخرجوا يقولوا للناس أن المقيمين في مصر هنطلع منهم 10 مليار دولار. تخيل، اسمع، احنا عندنا 10 مليون واحد، 9.5، أنا بخليهم لك زيادة، 10 مليون واحد مقيمين أشخاص كرام معززين في مصر. تكلفتهم يا فندم النهاردة لو قلت لحضرتك بس في السنة 10 مليار دولار، هتصدق؟ ممكن تقولي بقى قاعدين بقالهم قد ايه؟
10 سنين و15 سنه واللي قبليهم. ما انا بقول لك تمام كده. متوسط احنا حقتنا النهارده بمنتهى البساطه تكلفه كام؟ 10. ده الحد الادنى. 10 مليون. 10 مليون. عارف هتقولي حسبتها ازاي بسرعه عشان انت بتحب الارقام. السنه. ايوه فاهم. ايوه اللي هيطلع مع احمد موسى يقول ايه؟ تفتكر في واحد محترم هيطلع مع احمد موسى يقول ايه؟ بيقول له 10 مليون. 10 مليون اذا كان الحكومه بتقول 8 مليون 9 مليون هو راح حط مليون من عنده 10 مليون. طب فين الارقام دي؟ واحد طالع مع احمد موسى هيطلع يقول ايه؟ ما في محترم يقبل على نفسه يطلع مع احمد موسى او نشر الدين. اصل هطلع اقول ايه يعني؟ 10 مليون فين الارقام دي؟ طب ايه مصادرك فيها؟ ازاي وفين وليه؟ ما كل حاجه بالكتوبه يعني. ولو دققت هقول لك الارقام دي تقريبيه وغير دقيقه. زي ما طلع المتحدث الحكومي مع لميس من يومين ولا دي مش ارقام دقيقه قوي يعني. اسمع يعني في الحقيقه الارقام التقديريه يعني كانت كما تم استعراضها اليوم لم تكن عشان اكون صريح معاكي يعني كانت ارقام مبدئيه وليس يعني لا توجد ارقام حقيقيه. بمعنى انه كما ذكرت حضرتك احنا بنتكلم على حوالي 8.5 او 9 مليون مقيم غير مصري. يعني ما هو يعني اخذا في الاعتبار من يحصل على خدمات التعليم على سبيل المثال وجدنا انه هناك اعداد بسيطه جدا لا تتناسب مع الحجم او العدد المعلن وبالتالي لم نتمكن من اجراء اليوم او الاطلاع اليوم على بيانات دقيقه. مسؤول متحدث في الحكومه يقول لك ما فيش ارقام دقيقه للمقيمين وعدد مدارسهم والصحه ويطلع واحد مع احمد موسى يقول له 10 مليون اللي مقعدين 10 مليون. واحد طلع مع احمد موسى يعني انت متخيل هيطلع ايه؟ مين اللي هيطلع مع احمد موسى؟ انا اللي بيقبل على نفسه يطلع مع احمد موسى ده يبقى جبان يبقى بيهزق نفسه. خالد ابو بكر الغلام المعجزه طفل انابيب الامارات طلع ينتقد الحكومه يقول في فرق بين المقيم واللاجئ. اسمع عشان نسمي الحاجات باسمائها. مصر من منحت حق الاقامه. مصر من منحت حق اللجوء. ايه اللجوء بقى؟ اللجوء ده ان انا باجي اقول انا بلدي فيها اضطرابات، انا بلدي الحياه فيها صعبه، انا بلدي فيها اضطهاد عرقي، انا بلدي فيها وفيها وفيها، وبوصل مطار مصر بقول لو سمحتوا انا لاجئ لاسباب 1 2 3 يعني يقيم في بلده اللي هي موطنه الاصلي واراد ان يقوم باللجوء السياسي او اللجوء اللي تحت اي سبب من هذه الاسباب الى دوله اخرى. ده وفقا لاتفاقيه 1951 بشان اللاجئين، ده جزء من اللي موجودين في مصر. الجزء الثاني اسمهم ايه؟ طالب الاقامه، منحتهم مصر الاقامه. خلاص كده؟ الناس ملخبطه يا بيه. الدنيا ملخبطه. ان صبايا برضو او شبه ان صبايا انخفاض الذهب. الاعلام السيسي قاعد فرحان بيها ويقول لك شفتوا الشهادات؟ وقعت الذهب وجابته الارض. 800 جنيه تراجع في اسعار الذهب، شهادات ال 27 وعيار 21 الان مفاجاه. تخيل؟ تخيل؟ طب سعر الذهب بقى كام النهارده؟ خش بيه 3210 عيار 21 3210 جنيه الذهب ب 25680 الدولار في سوق الصاغة ب 56 جنيه 66. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ عارف في سوق العملة بكام؟ في سوق تداول العملات بكام؟ خد يا معلم انا ما جبتلكش دي ما قلتلكش دي. قال لك بص جبنا الذهب الارض شهادات ال 27 جابت ده. اي كلام يا بيه ولا صحافه ولا اعلام ولا بيحترموا الناس حتى. بص ادي سوق العملات بيقول لك اهو الدولار ب 55 جنيه 72 قرش. الدولار ب 55 جنيه 72 قرش. اتفضل ايه ال 100,000 اللي تحت دي؟ 100,000 تساوي 421 يعني ايه؟ مش عارف. تخيل اهو اهو يا عم 55 72 ايه ال 100,000 اللي تحت دي يا بيبو؟ الكميه مش عارف كام ما اعرفش ايه دي. انا ما بعرفش الحاجات دي يا معلم. المهم يعني في باحثه قالت لك ان الموضوع كله لعبه من تجار الذهب وكله لصالحهم مش لصالح المواطن. اسمع الباحثه دي اللي قالت لك كده. اسمع انهيار اسعار الذهب من 3350 ل 3000 في يوم واحد، يعني اللي اشترى امبارح اشترى ب 3350 والنهارده ب 3050، يعني الذهب فقط 300 جنيه في يوم واحد. ايه اللي بيحصل المره دي؟ ايه اللعبه الجديده اللي بتتلعب علينا؟ اللعبه الجديده المره دي يا جماعه بتتلعب من السابع مره يتارجت فلوسك مع
نزول الشهادات وفكها، وعشان في سيولة كتير، فمن الآخر بيعلي السعر عشان خاطر ياخد أكبر قدر من السيولة دي لصالح الذهب. طب دلوقتي إيه اللي بيحصل؟ اللعبة اتغيرت ليه؟ دلوقتي في شهادات جديدة، ليه مش معليين السعر علشان خاطر ياخد أكبر عدد من السيولة؟ باختصار شديد جدا، لأن السيولة لسه ما فكتش أصلا. يعني من الآخر، السيولة أول ما تفك من 10-1، دلوقتي هو مش متارجت فلوسك، هو متارجت ذهبك، هو عايز يشتري الذهب اللي معاك، هو بيخوفك، هو بيقولك لما الذهب وصل 3350 وانت ملحقتوش، الحق بيع على 3000 جنيه، علشان ياخد منك اكتر كمية من الذهب، وبعد كده يرجع يبيعها مع فك شهادات 25% باسعار مبالغ فيها. فاللي اشترى ب 3350 انسى انك اشتريت خلاص، بمعنى اتوكلت على الله واشتريت، انسى انك انت اشتريت. وجهة نظر. في كل المشهد الكارثي ده اللي بيدفع الثمن هو المواطن. بس قبل ما اقول لك الاسعار، انتوا عارفين انه ياسين منصور رجل الاعمال المصري بيطالب قدامي اهو بخصخصه ال، مفيش حل بيقول غير خصخصه النوادي الرياضيه. اهو قدامي الخبر، انا قبل ما اقول لك الاسعار، اسمع ياسين منصور بيقول ايه كده، اسمعوا. بعد ما حضرتك سبت النادي الاهلي وسبت شركه الاهلي للاستثمار، وكانت لديك خطط واسعه جدا لطرحها في البورصه او طرح نوادي الكره في البورصه، كيف ترى المستقبل للانديه كره القدم في مصر بشكل خاص، وحضرتك مهتم بالرياضه، وطرق تمويل شراء اللعيبه او غيره؟ الحقيقه هو هي ملهاش غير طريق واحد، هو ان لازم الانديه دي تتخصص، يبقى في خصخصة عليها، ويبقى في طرح الأسهمها، لأنه غير كده صعب المنافسة جدا، وابتدت الأندية دي بقى عليها ديون عالية جدا، ودي حاجة في منتهى الخطورة طبعا. هو الحقيقة النادي الأهلي كان يعني هو موافق أن هو الشركة دي ممكن في حدود 49% تتباع. أنا بتهيألي إحنا مش محتاجين نحط قواعد اللي هي 49 ولا 40 ولا لا، ما هي أي نسبة، ويبقى في أسهم ذهبية للنادي، في تحكم معين عشان يبقى جمهوره ليه والأعضاء ليهم القوة في التصويت على حاجات معينة. لكن هو ده التطور الطبيعي. لو بصينا في العالم، أقوى كرة في العالم هي في إنجلترا، الأندية كلها شارينها يا شركات كبيرة يا رجال أعمال قادرين يا في البورصة زي مانشستر يونايتد أو أندية أخرى. فهو طبعا ده التطور الطبيعي، كل ده التطور الطبيعي لحاجة الساعة. كل بقى المشهد الكارثي ده بيدفع ثمن المواطن، وشايفين ازاي التضخم بيضرب اسعار السلع. ادي معدل التضخم اهو التراكمي في اسعار السلع على مدار 23، كان ادي البصل والسكر واللحمه والسجاير والبيض والرز والدواجن واللبن والعدس، شوف معدل التضخم فوق اهو. اكتر حاجه حصل لها سعر البصل، اللي بعده السكر، اللي بعده اللحمه، اللي بعده السجاير، اللي بعده البيض، اللي بعده الرز. ليه بقى البصل اعلى حاجه؟ لانه انت ممكن تستغنى عن اللحمه، وممكن في ناس ما تشربش سجاير، وممكن في ناس ما تاكلش رز، وطبعا الدواجن يعني ما عادي يعني ما تاكلهاش، وفي ناس ما تشربش لبن اصلا ولا بتستخدمه. فالبصل هو اللي كل حاجه، انت هتعمل كل حاجه بالبصل، وبالتالي البصل كان عليه طلب. فبص التضخم بتاعه وصل لكام في 23؟ 450. لكن الدول الحقيقه المتلخبطه دي او المتخبطه دي، واللي بتدور تدور على حاجه تبيعها كل حاجه وتبيع المواطنين نفسهم، لان اقتصادها في النازل، هي للاسف اللي بتروح نفس الدول دي. تخيل دوله بتبيع كل شيء، بتبيع شركات واصول وكل حاجه، هي نفسها بتروح تشتري معدات عسكريه بثمن رهيب، 200 مليون دولار. واشنطن تبيع معدات عسكريه لمصر ب 200 مليون دولار، طب انت مش لاقي تاكل وما تحاربش، واسرائيل بتضربك ليل نهار، وما تقدرش ترفع سلاح على اسرائيل، شاري المعدات لايه؟ هل يجرؤ الجيش المصري انه يضرب طلقه ناحيه اسرائيل؟ انا بسالك. او ما الكلام ملوش علاقه بالوطنيه، وما تاخدش الموضوع دوكه كده والوطنيه والحاجات، وما تقولش كده على جيش مصر العظيم. انا بسالك، انت اتضربت كم مره عند المعبر؟ 4-5 مرات. راح منك ناس، راحوا ناس، عملت ايه بقى؟ ولا حاجه. يا جماعه جيش مصر عظيم على راسي، بس فكر بالمنطق.
سيبك من الأغاني والشعارات ومصر يا أمي، فكر بالمنطق، أنت اتضربت كم مرة عند المعبر؟ حوالي 4-5 مرات. سمعت حاجة يعني؟ ده حتى لما كان عندك جندي اسمه محمد صلاح، مش اللاعب يا محمد صلاح، مش الشركة محمد صلاح، لا الجندي، أنت الدنيا دربكت عندك، طب بتشتري السلاح ده لإيه؟ هتعمل بيه إيه؟ لما أنت مش بتعمل حاجة بيه أصلاً، هتوديه ليبيا؟ هتوديه السودان؟ شيء عجيب، أنت بتكح طاقة، ده أنت عيان، ده أنت مش لاقي الدولارات، راح تشتري ب 200 مليون دولار سلاح من أمريكا؟ بس هو الرقم ده رقم عجيب برضو، 200 مليون دولار، ده الطيارة ب 400 مليون دولار، أنت شاري إيه بقى؟ شاري معدات فض إرهاب وحاجات كده يعني؟ ممكن تكون شاري كده، أصل إيه اللي ب 200 مليون دولار يعني؟ السلاح الفرقاطة ليها تمن يعني الحاجات معدية الأرقام دي، أنت شاري إيه ب 200 مليون دولار؟ شاري لقوات فض الشغب والحاجات دي والأسلحة دي اللي هي بتاعت فض المظاهرات وكده؟ خايف على الكرسي؟ وما شاري إيه؟ شاري ذخيرة ب 200 مليون دولار؟ أنا نفسي أعرف إيه السلاح اللي أنت شاريه ب 200 مليون دولار؟ تعثر برنامج قروض مصر لمصر بقيمة 3 مليار دولار بسبب التعويم، رويترز اللي بتقول. رويترز اللي بتقول مش أنا، أنا مالي. ليه؟ لأن في فجوة دولارية، قلنا لك في فجوة دولارية. يعني في فجوة عندك دولارية، أنت لازم تحرك سعر الصرف. حتى مسؤولة البنك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، باسم صندوق النقد الدولي اسمها جولي، بتقول المناقشات مع مصر بشأن مبالغ التمويل المحتملة ستستمر، لا اللي بعد كده ستستمر، أيوة لا أيوة دي ستستمر في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف. أنت ما فيش حل، عندك مشكلة، عندك فجوة دولارية، الدولار سعره في البنك حاجة و30، سعره برة احنا 56، طب 60% من السعر ده نجيبه ازاي؟